السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا من جديد بأحلى وأطيب متتبعين ومتتبعات. كنتمنى يا ربي فيديو اليوم يلقاكم وانتم في أتم الصحة وفي سعادة دائمة يا رب. يوم جديد وفيديو جديد اليوم إن شاء الله وبحول الله غادي نشارك معكم أقوى ما جربت في الحفاظ البنات على القطاني، على الدقيق وكذلك على المعجنات. كيف كنعرفوا الدقيق بسرعة كيخسر لينا مع ارتفاع درجة الحرارة في المطبخ وكذلك في فصل الصيف، كيدير لينا دوك الحشرات، الجوز، البخوش، واخا تكون مدة الصلاحية ديالو باقي جديد. لهذا باش تعرفوا على أقوى الطرق فعالية للحفاظ عليه، خليكم مع أختكم وبنتكم حتى الأخير، وكذلك مخليكم معها بلايكاتكم تعليقكم المضوبلة بكلماتكم الطيبة، وما تبخلوش عليا بدعواتكم الصادقه اللي اكيد تخرج من القلب وكتوصل لقلبي. لهلا يخطيكم عليا، شكرا لكم كاملين كاملين. ما نطول عليكم اكثر، نمشي نتعرفوا على الفيديو اليوم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. التدبيره هذه فيما يخص الطابله ديالنا، كتعرفوا ديال الماكله ديال عفوا الطبله ديال الماكله كت يعني واخا كناكلوا فيها واخا كنمسحوها وداك الشيء كيتحط عليها الدبان، خصوصا دابا مع اقتراب فصل الصيف الدبان تيبان وتيكثر، خاصو غير عليا شي تحط. دائما ملي تمسحي الطابله ديالك من بعد الاكل ديري فيها هكا واحد شي شويه ديال الخل غير قطرات ودوزي بحال هكا، راه يستحيل الدبان غادي يرجع يتحط لك على الطابله حيت كيشم ديك ريحه الخل القويه، هذيك ريحه الخل هي اللي كتهربو بحال هكا. صافي راه ما غاديش يولي عاود يتحط عليها نهائيا. وهنا يا البنات جيت معكم الفكره اللي الاكثريه ديال العيالات كتوقع ليهم. حنايا كاملين كيطرى معنا هذا المشكل دائما، عندك القطاني، المعجنات، الدقيق بجميع يعني انواعه، كنلقاو هذا المشكل في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره انهم كيرومدو لينا اولا كيديروا داك الخيوط اولا الجوز اولا دوك الدويدات صغار فرطوطو كل وشنو كيسميه. خصوصا الغلط اللي كنديرو هو اننا دائما كنحتفظوا بالطحين في السطوله ديال البلاستيك، وهذا راه ماشي يعني ماشي شي حاجه اللي مزيانه في الحقيقه، راه ما كاين محسن. تعقلوا البنات شكون اللي تعقل على هذوك السطوله، ماشي سطوله، برامل ديال القصدير، البرامل ديال القصدير كانوا دايرين بحال هكا، عندهم واحد جوج علاق من يديهم وعندهم غطايه باليد حتى هي ديال القصدير. هادوك الا لقيتوهم البنات في السواق كيتباعوا اكثر، غادي يكونوا في الاسواق الشعبيه يعني الاسبوعيه. هادوك زوينين خذوهم البنات، ما كيخليوش الطحين ديالكم يخسر، لان هذا بلاستيك ومع الحراره ومع حنا ديما نسدينه، وخصوصا اللي ما كتعجن على 3 ايام 4 ايام وكيبقى داك الدقيق هكا هنايا مزموت، راه اكيد غادي يرومد وغادي يدير داك الجوز ودوك الخيوط. اذا اللي لقيتو هادوك السطوله، انا اللي لقيت شي صوره غنحاول نصورهم لكم هنا، نخلي لكم الصوره الا ما لقيتش مشتوني مشتكم. المهم راه اكيد تبارك الله تكونوا عرفتوهم. هادوك راه زوينين، انا دابا مؤخرا قررت انني الا مشيت للسوق هنا اللي كيكون عندنا اسبوعين ناخذ شي جوج ونديرهم فيهم. علاش؟ لان القصدير كيكون بارد وبالتالي كيبرد الطحين، ما كيخليش واخا تكون الحراره ما كيسخنش لينا الطحين من الداخل. المهم هذه ما بين قوسين قلتها، اللي عرفتهم تمشي تاخذهم راهم زوينين، ونحيدوا داك البرامل اللي عندنا تنديروهم ديال البلاستيك. طحينه لالا، الا بغيتي انه دابا في الصيف يبقى معك مزيان، ضروري هو انك كتاخدي شي حاجه ديال المعدن وكديريها فيه، شي حاجه اللي كتكون بارده. بحال دابا عندك هاد الصفايه لالا، كديري الصفاي فيه لداخل، اولا خدي جوج فرشيطات ولا جوج معلقات، هكا هما كيعطيو البروده، يعني كيبقاو مبردين داك الطحين من الداخل. هانتوما البنات شتو، اما معلقه اما هكا فرشيطه، المهم جيبوهم وغطسوهم في البرامل اللي عندكم هكذا ديال الطحين وخليوهم هنا. هذه الطريقه الاولى. دابا حنا عارفين كذلك اننا مقبلين على الصيف، يعني كنسافروا كنخرجوا، اما تخيل اما كنمشيو لدار والدينا والعطله هذه كنسدوا ديورنا، الطحين ما كنقيسوهش حتى كنرجعوا، خصوصا الا كان انه هي من الاحسن ملي تاخذي الخنشه دائما حاولي تاخذي، هما كيديروا فيها 3 شهور ما 4 شهور كتاخذيها، ما بقى ماشي تقري لها التاريخ، ماشي غير يبقى ليها شهر وتموت. بحال دابا التاريخ ها هو راه كيكون مكتوب هنايا، خاصك تاخذيها من بدايه الانتاج ديالها، يعني من نهار بحال دابا دايرين هما من شهر 4 لشهر 8 هي 4 شهور، ولكن انا ماشي نجي في شهر 7 ونتقدا وباقي ليا باقي لها غير شهر 8 وتموت، نحاول نتقداها ملي يلاه خرجت من هاد شهر 4 من تاريخ الانتاج، هكا كتضمني ان الخنشه غادي تعيش معك مده طويله، واخا تسافري وتمشي
ما يطرى ليها حتى حاجه. واللي عندها الكونجيلاتور كبير وعندها الدقيق تحاول الا كان عندها شي سطوله ولا خنيشه بحال هكا تهزو وديرو في الكونجيلاتور ولا في الثلاجه، راه ما غيجمد ما يطرى له حتى شي حاجه. كيما حطيتيه ولو تغيبي 3 شهور 4 شهور غادي ترجعي تلقاي الطحين ديالك مازال كما هو. هنا دابا قلنا غادي تمشي تسافري، عندك الطحين مخليه في البرامل بحال هكا، غادي تشدي يا لالا القرنفل. انا القرنفل عندي مخلط انا بهاد نجمه الارض كيقولوا لها نجمه الارض هكا، قلت هي خليها ماشي مشكل. كتشديه كدردريه بحال هكا، الحشرات ما كتبغيش ريحه القرنفل لان القرنفل ريحته مجهده وقويه. صافي بهكذا خليه بحال هكا، غطي السطيل ديالك، هادشي راه فيه بطبيعه الحال ديري هكا في البرميل ديالك، غطي شي واحد 3 ولا 4 ديال المعالق ولا فراشط وغطيه وخليه بحال هكا. راه وما تحطيش شي بلاصه اللي عندك سخونه كضرب فيها الشمس في الكوزينه، ولا حاولي ما امكن تبعديه من الرطوبه وكذلك تبعديه من البلاصه السخونه. وبها يعني ماشي يكون عندك البرميل تحت البوطه جي جي البوطه، هادشي دائما حاولوا تبعدوه وحطوه في شي بلاصه اللي كتكون كوميم كل حدا اضرب كوزينتها، شي بلاصه اللي كتكون مبرده. وبهكذا ان شاء الله ما غاديش يوقع ليه حتى شي حاجه. هذا الدقيق ندوزو ان شاء الله للقطاني. القطاني كيما بغات تكون عندكم البنات ورقه الرند خطيره على ضمانتي. بالنسبه هنايا كاين اللي كيقول لك الشبه يدير الملحه الحيه، عفوا كاين الملحه الحيه سبق لي درتها معاكم، ولكن هادو المعالق وهذا الشيء اقوى من الشبه، لان كي ماشي شبه الملحه الحيه اقوى منهم، لان الملحه الحيه كاين اللي كيقول لك واخا كنديرها كيرومد ليا الطحين. القطاني ولا المعجنات اللي عندكم تديرهم في العلبه ديالكم، الا كانوا ديال الزاج كان احسن، انا راه يعني دايره في هذا البلاستيك حيت يعني القراعي اللي عندي ديال الزاج كلهم عامرين. ها انتم ورقه الرند البنات خطيره، ودايره معاهم هنايا ومزيودات حارين يابسين، ها هما ما عمر انا القطاني رومدات عندي، ها هي دائما كنراقبهم تقولي واش كنلقى شي 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 ريمود ولا شي حاجه، لان ورقه الرند البنات على ضمانتي ديروها. ورا ان شاء الله بهكذا نتفاداو هذا الشيء في هاد الاشهر ديال الحراره والحال السخون. كنتمنى يا ربي انني نكون كفيت ووفيت، كنتمنى انني نكون كنفيدكم، كنتمنى كذلك ان الفيديوهات ديالي تكونوا كتخرجوا منهم ولو باستفاده واحده وما تخرجوش بلاش. بصحتكم وراحتكم، اللي عرفت شي حاجه وما كانت عارفاها بصحتها وراحتها. كذلك كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبالبارطاج وتعاليقكم مدوبله، رجاء ساعدوا اختكم باللايك وبالبارطاج وهكذا بالتعاليق، دبلوا للتعاليق لان حتى التعاليق تساهم ان الفيديو مع اللايك كتساهم انه كيطلع وكيشوفوه ناس اخرين، وبهكذا العائله ديالنا كتكبر وناس اخرين كيسمعوا المعلومات اللي ما كيكونوش عارفينها واكيد كيستافدوا منها. الدعوه اللي غادي ندعي مع الامهات حاليا اللي كنا محتاجينها هو يا ربي تفرح قلبكم وتفرحكم بالنجاح لوليداتكم كاملين جميع المستويات، من اصغر مستوى من الابتدائي حتى الجامعه حتى اللي عنده شي امتحان اي مستوى، الله ينجح لكم وليداتكم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى اني ما كنتش طولت عليكم ومع الف سلامه.